اول مرحله هي مرحله الانبوت جاسز. طبعا الهواء بيجي عاده بالنسبه للاي سي يو بيجي من خلال الميديكال جاس سبلاي، بيبقى في عندنا اوتلت زي كده، بيبقى في عاده عدد من الغازات، منهم اساسا الكومبريست اير ومنهم الاكسجين، وفي بعض الحاجات التانيه ممكن ساعات يبقى في فاكيوم عشان بيستعمل في بعض الاجهزه برضو، بس احنا بالنسبه لنا بيبقى في عاده بيبقى في اير وبيبقى في اكسجين. عادة الكلام ده بيتعمل مثلا بالنسبة للأكسجين بيتعمل عن طريق بيبقى في عندنا وحدة للغازات المركزية بتبقى بيسكلي على بريشر عالي الحقيقة، وفي الآخر بتوصل البريشر الموجود عندنا في الأوتلت دي دايما هو يكون حوالي 4.1 بار. 4.1 بار طبعا كبير جدا بالنسبة للهواء الجوي، طبعا ما نقدرش ناخده على طول بالنسبة للبيشنت، بس النقطة ان احنا ممكن ناخده بعد كده نوصله للبريشر اللي احنا عايزينه بحيث ان احنا نقدر نستعمله عندنا في الفنتيليتور. عادة الفنتيليتور بيبقى معمول علشان ينترفيس اساسا مع الهوستل جاس سبلاي، وبيبقى مثلا اسيومنج ان البريشر اللي موجود فيه حوالي 4.1 بار، بس بياخد رينج مثلا من اقل شويه من كده لاكتر شويه من كده، بحيث ان هو برضو ياخد في اعتباره الفلكتويشنز ممكن تحصل في السبلاي. فبالتالي ده انبوت، واحده من الانبوتس الاساسيه اللي موجوده عندنا في جهاز الفنتيليتور. الحاجه الثانيه السورس الثاني للاكسجين ممكن يبقى جاي من اكسجين سلندر. اكسجين سلندر ده هو اصلا بيستعمل مثلا في لما بتكلم على عندي مثلا حاجه زي يعني تانك كبير كده بيبقى ريزيرف مثلا بالنسبه لشبكه الغازات، لا احنا ممكن يبقى في عندنا انبوبه اكسجين عاديه، وطبعا في انابيب الاكسجين بيبقى لها احجام مختلفه. الحقيقه انابيب الاكسجين بيبقى البريشر اللي موجود فيها النومينال بريشر بتاعها بيبقى اكبر بكتير قوي من الاربعه بار اللي موجوده عندنا في شبكه الغازات، فبنتكلم مثلا على حاجات كلها فوق ال 100 زي ما حضراتكم شايفين. فبالتالي لازم يبقى عندنا الفنتيليتور عاده بيبقى لازم يبقى له دي والسبلاي، يبقى بيقدر ياخد من شبكه الغازات ويقدر ياخد من سلندر، بس لما بناخد من سلندر لازم يبقى في عندنا بريشر ريدكشن فالف بحيث ان هو يقلل لنا البريشر اللي طالع من السلندر للاربعه او 4.1 بار اللي موجود عندنا في شبكه الغازات، بحيث ان احنا نقدر ندخله على السيستم. في بعض الاحيان لما بيتعذر وجود سلندر بيبقى في بعض الاحيان ممكن يستعمل اكسجين كونسنتريتور. اكسجين كونسنتريتور ده بياخد الهواء الجوي ويبتدي بعد كده ياخد نسبه الاكسجين اللي فيه، يعلي نسبه الاكسجين اللي فيه، بيعمل كذا سايكل كده داخله بحيث ان هو يبتدي اكيوميليت الاكسجين ويطلعه بعد كده نقدر نستعمله. طبعا ده في يعني ممكن يستعمل في بعض الابلكيشنز اللي هي يعني مثلا زي السليب ابنيا مثلا، او زي الحاجات اللي هي ما هياش الحقيقه زي الميكانيكال فنتيليشن اللي هو اللي محتاج ان يبقى في عندنا كونسنتريشن عالي ببريشر عالي، الحقيقه ممكن ده ما يبقاش مناسب قوي ليه، بس في بعض الابلكيشنز لو ما فيش اي طريق تاني ان يبقى عندنا لا يعني ما عندناش لا اوتلتس من الميديكال جاس سبلاي وما عندناش سلندرز، يبقى ممكن استعمال اجهزه الاكسجين كونسنتريتورز يبقى هو الحاجه الوحيده اللي متاحه.